دوامة. الله يرحم روحه، شو كان يحب الطباخ روحه. طب سلام. خير دامة. شوف لي يا الزلمه، دخلك مو هذا ابو حميد اللي شفناه بضيعة ابو محمد؟ هو بذاته، بس شو جابه لهو؟ الله يرحمه. دامي دامي الله يرحم روحه، شو كان يحب الطباخ روحه. كل دامي بعد عنا بتف اللوامة. يعطيكم العافية. أهلين عمي أهلين. شو شايفك عنا بالحارة؟ ايه والله ام نجيب جابني لهون وقال لي بيعوا ضامي هون عنكم بالحاره. هلا كل يوم بدك تروح على الضيعه وترجع؟ لك لا، شو اخذني كل يوم اروح على الضيعه وارجع؟ بدي نام هون عند ابو نجيب، عزابيه على بعضنا. هلا ابو نجيب شو امرته السيد راسي بده ينامك عنده؟ ايه بابا. انت ليش مستغرب؟ ابو نجيب قاعد لحاله مشان ما يضيق خلقه، جابني لعنده على البيت نام معه. طيب ليش ابو نجيب ما اجى معه؟ هذا يا سيدي ونحن جايين شاب واحد اسمه العقيد ابو دياب، قام طار عالم الفرح، قام حمل درب الطيه هو وياه وراحوا. ايوه يا سيدي تتهنى بهالرفقه وهالنومه. قلتك ضامي تعا يا امير، تعا يا سمير، تعا يا منير، كل ضامي ودير بالك من الحمير. ضامي كل ضامي. والله نقشت معك يا ابو نجيب، نقشت. ايه سيد راسي شو رايك؟ برغوت منك وبرغوت مني، منروح نجيب رغيفين خبز وخيارتين وبندورتين نتغدى، وبعد الغداء باخذك ورجيك على الخان شيتي سيدي. اخ يا ببو عيني، ليش هالبعزه باباتي؟ ما عندك بصل؟ بلا عندي بصل سيد راسي، عندي. أصبح منجيب الغيفين ومناكلون على بصل. يا عيني عليك يا عيني عليك يا أبو حميد، والله جبتها. أصبح البصلات علي والخبزات عليك، يعني بكل أحوال سيد راسي حتك البرغوت. لا حبيبي ما حزرت، معناتها منجيب خيار وبندورة. الله يوفق إلهي، الله يوفق. شو باباتي تاكل حرام شي؟ اعوذ بالله. انا لك ليش اخذ بندوراية زيادة عني؟ ابو حميد بزمتك بترضاها انت؟ قاعد لي تحت العريشة وبالفيات وانا ناتع مشوار بالشمس رايح جاي وتطلع حصتك مثل حصتي؟ اخ يا ببو عيني، معناتها اخذ كل المشوار؟ شو سيد راسي يعني كتير علي اذا اخذ كل المشوار؟ بدك يعني يطلع مشواري بلوشي يا ابو حميد؟ اللحم واللحامة وتخلصوا من المرة النهيانة السحيانة. على راسي. قرب يا أمير، قرب يا سمير. واحد اثنين ثلاثة أربعة، وي وحدي على البيعة خمسة. طعمة يا طعمة أطيب من العوامة. لك أخي لا إلك تغري تانية، والله صرعت راسي. عم نتسبب باباتي عم نتسبب. اتسبب ما حدا عمل لك شي، بس لا إلك تغري تانية. معلمك قال لي عود هون وتسبب. معلمي؟ ايه باباتي معلمك وتاج راسك. ليش وين شفته لمعلمي؟ هو جابني لهون. وين راح؟ وصل مشوار وقال بيرجع بعد شوي. غريبة، وانت منين تعرفه لمعلمي؟ باباتي هاي قصة طويلة. قال لي تعال هون مشان يساوي لي بسطة كبيرة نبيع فيها جوز وزبيب واكلات طيبة. ايوه روح حبيبي روح، عبي لي طاسة مي، وإذا في شوية ما زهر حط لي فوق ما زهر مشان توصل فيك عند معلمك باباتي. ايه تكرم عينك يلي مخه مسكة وحناكم ما بتتسكى. عنا قضامة على سكة. تعا يا أمير، تعا يا سمير. ضامي ضامي.
يا سمين، تعا يا امين، قضامي قضامي، تعا خد لك قضامي تسلى فيهم على الطريق. شنو؟ قضامي قضامي باباتي، يعني حمص. مالك نبغى حلاوة. حلاوة. قديش يساوي؟ خليه علينا امير. شو؟ عم تقول له خليه علينا؟ لا بالله يا اخوي، كثر الله خيرك. مجيديتين وثلاث براغيث. شكرا يا اخوي، شكرا. هاي مجيديتين وهاي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص خلاص ولا يهمك امير، مسامح بالباقي. يخرب بيتك، اهل مسامح. يلا نسلم عليكم. ميسر الله معك. يخرب بيتك، لك هذا مال الناس امانه بين ايديك، بتقوم بتسامحه بثلاث بلاغيث؟ والله ما يدرى معلمك ابو نجيب ليقيم الدنيا ويحطها على راسها. مين؟ معلمك ابو نجيب باباتي. هلا ابو نجيب معلمي؟ ايه معلمك، وتاج راسه وغصب عن اللي بيرضى واللي ما بيرضى. لك يا عيب الشوم عليك، هيك بتخون الامانه؟ هلا انت من الصبح قاعد عم تتامر علينا، على اساس انت صاحبه العقيد، تجي بتقول انه معلمي ابو نجيب؟ ليش ابو نجيب مو صاحب الخان؟ الخان لابو نجيب. اي يا الله لا والله قلت لي ما كان لازم تكون لهالدرويش، كان لازم تكون لمعلمي ابو نجيب. لا ابو نجيب. اخ اخ انا اللي مستاهل. اخ يا عظامي، اخ يا ركبي. لك شبك انت التاني، لك شبك. وين كنت انت؟ كنت بجنب الحمرة سيدي، منيح هيك. الله لا كان شبك، الله لا يشعر خير ولا يوفق. على اساس كثير انا متوفي سيد راسي، ما هيك؟ مش فيك لاحكم الحاكمين، الله لا يوفقك. كل الله بتغمض ولادنا. قال شو؟ عنده خان. قال لك حل عمي يا انت التاني، شو ناقصك انا؟ وليك بدني بدني كلوي لكم، بدني بدني. الله يكسر بياتكم. يا عمه راح نخلص له الاقضامات لهالباباتي. قولي. والله بكره ما بنخلص من حلقه والله. طيب سيدي شو بدي اعمل يعني؟ على ما بخيله يركبه. الله لا يوفقكم يا بيت القاعود ربي. شو أدن الصبح باباتي؟ ايه أدن سيدي أدن، أنا بدي نملي شي ساعتين. ها شو خربت لي بيتي؟ اروح يخرب لك بيتك. قلت لي بدك تنام ساعتين، ان شاء الله بتنام ما بتفيق، ان شاء الله نومت اهل الكهف. لك ان شاء الله سم العدولي،
لك ان شاء الله مطرح ما يسري ياري يقلب بيتك خلصت لي الاضامه. لك روش يا داسي روش بك. كل اللي اكلناهم 4-5 ضمايا، شو صار يعني؟ 4-5 ضاما؟ لك قول رطلين 3 ضامي، يخرب بيتك وين رحت فيهم؟ لك حمار ما بياكلوا. لك روّي سيدو، روّي شباك، روّي. روّي؟ منين بده يجيني الروّي؟ ضريتني الله يضرك من عالي. بالهوى عيوني بلونا بالهوى عيونك وخدودك ما شفت وردة بلونا. أوف عم تغني مبسوط ما الله لا يوف. لك عم بدك يعني يزعل؟ لك شبك شبك حايس لايك. لك ما عم قدر الطعم عدتي ماسكة سيدي ميتي ماسكة. الله لا يقيم الشدة عم عدتك. هذا كتاب كتام من الأقضام يا باباتي كتام. تحمل تحمل. كتام؟ ليش الأقضام بتعمل كتام سيد راسي؟ لا باباتي بتعمل إسهال. لك إذا الأقضام مو إلك بطنك مو إلك. تحمل تحمل يخرب بيتك شو عينك جوعانة جوعانة وفجعان. قوم 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 بيعلى ضاباتك بلعلك. أوف أوف أوف. نحن يا ناس بالكرم ماضين وسيوف رجالنا بالحرب ماضين بالحرب ماضين وسبقنا حاتم طي عالكرم ماضين وروس الدبايح عالأربع جناب. ياي 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 يا باي حاتم طي حاتم طي ما بيطلعنا طبخ كرمكم سيدو. لكان لكان باباتي لكان. بتعرف عجبني البيت هذا بس سيد راسي عجبني. تعلمني اياه؟ بدك تتعلمه؟ بكره الضيوف بيتكلفتوا عليك كلفته باباتي. شو هاد؟ بلا بلا البيت العتابة ما حبيته اصلا انا وكيلك ما حبيته. اوف 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 اجت 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 اهلين وسهلين. شو وين صاحبك ابن نجيب ماني شايفه معاه؟ البعيد عنك مكتم ومو حسنان يمشي. لا ما على قلبه شر. بس شو دخل الكتام بالمشي دخلها؟ لك مو بس مكتم متورم كمان. اوف 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 منين؟ هذا يا سيدي امبارح اجى لعندي اكل قتلي حشكو لبك من اخوه لابو دياب. يا لطيف. طيب القتله وفهمناها ماله حسنان يمشي، بس الكتام من ايش يعني؟ من كتر مو متزهرن وضامه، ان شاء الله مطرح ما يسري يهري ان شاء الله. اكل كثير وضامه؟ لك عن نص الكيس اكله. بعدين رايح انا عند ابو صفوان جيب له حقنه. خاطره. حقنه. مرحبا. اهلا وسهلا. وين ابو صفوان؟ شو بدك منه؟ مكتم، عفوا قصدي ابن نجيب مكتم. قدي صار له ما خرج؟ يعني بدك قول يوم يومين. ايوه معناتها بده حقنه من كل بد. لك ليش جاي لعندك الزلمه بده حقنه؟ عمي التحويجه بتكلفك برغوتين، وايش كان انا بدي تحشله اياها؟ في بظهرهم برغوتين تانيات، يعني برغوتين كراها وبرغوتين للتحويجه. اوف والله كثير. طيب شو رايك يورجيك فيهم على صندوق العجائب؟ ما عندي غير هيك عمي. ما عندي غير هيك. يعني هلا اذا اخذ حقني بيقدر يروح على العشاء؟ انو عشاء؟ عشاء المختار. لا اوعها بياخذ الحقني من هون بده يقعد بالفرشه ساعه من هون. حاكيني هو ايه. هلا ابو نجيب معزوم على العشاء عند المختار. ايه معزوم عند العشاء عند المختار. بعدين انت شو بدك لك اذا معزوم على العشاء ولا مو معزوم؟ العب بقلبك طلعتني. يلا اعطيني التحويجه. ايدك على 4 براغيت. وليش 4 براغيت؟ برغوتين بس. ما بدك يعني تحشلو اياها انا؟ لا انا بتحشلو اياها. ايه ايش كان هيك تصطفي؟ رح بحضر لك اياها. يلا. ايه شو بدك؟ هلا مر لعندي على الدكان بعد ما تاخذ تحويجي، بعطيك شوية شبطة من عندي،
بتلك كله راس الحيني قبل ما اتحشت وياها. شو لك يا برني اللي خلقك؟ يلا هلا بيجي. يلا اوف ولي ولي يا بطني ولي. دخيل الله دخيل الله دخيل الله. والله ما عمد ابو حميد انا طالع اتمشى لي شوي. طالع تتمشى شوي ولا طالع تتعشى؟ لا مو طالع تعشى سيد راسي، طالع اتمشى. فكرت لا تفكر. لك اذا انت العدل انا رباطه على همان يا فرعون. خلاص يا ماما ما بيهون على أخوكم. أوه وحصنتك بالياسين. أوه يا زهرة البساتين. أوه يا مصحف صغير. أوه على روس السلاطين. ليي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 ي
وعيدي مجدك. الله يخليك يا رب. الله يخليك يا بابا. شو في؟ ابو نجيب برا قال بده حصته من الاكل. يا لطيف وينك؟ اجيب له جار، حط له فتش كيري واعطيه وخليه يروح على البيت ياكل، لا تخليه يفوت لهون. ايوه يلا فيك. صحتين وهلا. يا جماعه الاكل على قد المحبه. صحتين وهلا. ليش راح معه ابن نجيب؟ خير شو؟ موتى موتى بعدين بحكي لك. تحريشة. صفوان صفوان شو مش هالحكي؟ مو وقتها هلا ابو حميد، مو وقتها، لكن الناس عم تاكل. ابو حميد، ابو نجيب كان هون واخذ جات كبير وراح على البيت. يخرب بيته، ان شاء الله سم لقاتولي. لك شلون بده ياكل ولسه ما اخذ عينه؟ لك والله بيروح فيها. بسم الله بسم الله بسم الله. عطيه معلقة عطيه. لك وين دام المعلقة؟ على مالك هاد شيء. لا سني انه ناكل بايدنا. ايه مو بلع مو بلع. جاهز؟ جاهز يلا. اي شبنا باباتي شبنا، حقنا تاني يوم نخلص. لك خلصني خلصني باباتي خلصني، ان شاء الله خلصني. يلا يلا لا تقول لنا خلصنا. لك ايش هو سيد راسي خلصني مطول. لا لا شويه باباتي، ما بقى الا الثانيه. لك ايش هو شويه باباتي خلصني بقى. يلا لا تقول الا خلصنا. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك.
ولي 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 نار نار نار. الله لا يوفق يا ابو حميد. الله لا يوفق. الله لا يوفق يا حيف الزلم يا ولي. من عين صعبتك يا نار. ولي اندفست ما هيك؟ اندفست؟ ان شاء الله نومي ولا فيها الهي. تاكل لك شوية عظامي بركي بترتاح. الله لا يريحك الهي، الله لا يريحك. لك يا ريتني كنت جايب حي طلطني بنص بصوص عيني ولا كنت جايبك. بكره بكره من الصبح من الصبح بتفرقني بريحه طيبه. ها ما بدي اشوفه شكلهم بالحاره. فهمت سيد راسي؟ لح افرقك باباتي، لح افرقك ولح خليك لعفريتك ينططولك طوال الليل اشكال الوان يا ريان. فسدت له علي حنوني. اعوذ بالله باباتي، بس فكر انه الحين حاميه وصار يدي على صفوان. بس قلعني من البيت. لا 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 لا، وين بدك تروح؟ وين بدي روح؟ هلا بيرجع بيراضيني. ابو نجيب يرجع يراضيك. بعيده عنه، هي بعيده. لا حبيبي مو بعيده عنه، مو بس بيراضيني وراح يترجاني كمان. اوف والله مالي ايده منه كمان. وشو السر بقى؟ السر ما بيسترجي ينام لحاله بالليل، بخاف تطلع له ام نجيب. ابو حميد ابو حميد، شو بدك؟ بدك عظامي؟ لا والله، بس شفت ابو نجيب قدام بيته ويمكن عم يسال عليك. ها ما عندكم خلكم. مع السلامه. الله عليك يا ابو فخري، مو حرام تعمل فيه؟ لا سيدي مو حرام، لو طلع بايدي بساوي اكثر من هيك. بس ويكون عاد الباباتي طلع شيء فظيع. لك ما حدا قدر يتحكم بابن نجيب مثله. لك افرو افرو وماسكه من ايده لتجعه. بس حلوه هي طوال الليل رايح جاي. كبر كبر. كدي وادعي له لعزمي بيك ولاولاده. الله يطول عمره ويسلم لاولاده الى الله. يسلمك يا رب. انا لي زمان واقف ما اعطيتني. شو قلت لي اسمه هذا اللي عم يوزع لحمه؟ اسمه عزمي بيك. عزمي بيك عزمي بيك. دعوا له لعزمي بيك. ها الله يخليك خلينا ياك يا عزمي بيك. يسلو نجي تو يا موحدي توحد الله ويسوي. انا طريق انا ما انا ممشوف حلو علي. صلي 3 سنين ما اكلت لحمه. يا ربي يوفقكم. عزمي بيك وعدني يعطيني حصتين. ليش حصتين؟ إلي حصة ولأختي أمون الخمسة حصة. لك وهي أحلى حصتين إلك ولأختك أمون. دعي له لعزمي بيك. إن شاء الله ربي بيوفقه. الله يسلمك. إن شاء الله ربي بيحن عليه. إن شاء الله ربي بيحن عليه. لك الله يجبر بخاطره. لك الله يطعمه اللي بده إياه يا رب. الله يوفقه يا رب. واقف أمي واقف. ما ضل لحمة يا جماعة، خلصنا بح نصيبكم بالجنة. لحمة ونحنا. لك يا جماعة هذا غصاب، هذا محتال، الله وكيلكم. لك بيشوف هذا ما له أعمى.
يا ميت أنا سهلة تفضل لا لا أول شكرا 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 أهلين 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 لا الله يخليك لنا والله يدك شكر شاي لا الله يوفقك يا أخي عندي شغل تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا شلونكم إن شاء الله مبسوطين الحمد لله مستورة هذا ابنك اللي برا إيه نعم إن شاء الله بيربى بيعزك ودلالك الله يخلي لك يا كريم ابن كريم دخلك بعرف شو بيقربك بعرف من وقت بعرف يا سيدي يا أما أنت بعرو يا في واحد بيشبهك والله يا باباتي لاني بعرو ولا بعرف حدا اسمه بعرو يا بي نادينا الجيران يشوفوه بعرو ولا مو بعرو والله يا باباتي ماني بعرو والله ماني بعرو عمي هذا بعرو ناصب على كل التجار وإذا طلعت بعرو يا وي الله وكيلك ماني بعرو يلا أنا أبو بعرو على أبو الساعة اللي اندفجت فيها لعنده لك أهلين بعرو هذا هو بعرو إيه هو معانو غشيم عنه أنا وما يفرق هذا هو إيه هذا هو بعرو الحقيقي إيه والله هذا هو ناديله ناديله لك ما لك شايفه له بعرو 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 حاكيني لي؟ ايه لا انت مو اسمك بعرو؟ مين قالك اسمي بعرو؟ هدول هدول الشبه قالوا لي انه انت اسمك بعرو مين مرة بلاك حكوين؟ الله اللي يجيب الشدة عن قلبكم يا فقير مو أتاري أهل سوق الحمدية بيعرفوني شو عم تحكي؟ الله وكيلك على الجنبين والشاطر اللي بده يعزمني هذا اللي تفضل يا عم شرب لك كاسة شاي الثاني اللي تفضل تعال تغدى ها لك يا جماعة كابل مني اللي بحبهم قلبك لكان سيدي راسي لكان فرحانين بيلبوس شيتك اللي ناتعه بس بدك صراحة بالأخير نزعوا معي مزحوا معي مزحة كبيرة هالقد قال شو أنا بعرف ليش انت مانك بعرو سيد راسي؟ لك لا بعرو شب قد البغل وهو واقف على رجلتين ما لقيت لك الا سحب الشبريه ونزل فيه خلط منين بيجعه ليش ها؟ هذا على ما يبدو طلع الزلمه نصاب محتال وفي بيناتهم مشاكل ايوه الله لا يقشع خير الله لا يقشع خير إلهي الله لا يقشع خير يفضح حريمك من يوم اللي شفتك ما شفت الخير بحياتي لك حتى لعيش السنة ما حمليت لك شو بنا نجيب شو نسيت الكبابات كبكبك وحدة تسهل أمرك يا رب يفضح حريمك انت لو رضيان تقسم الكبابات كنا خبيناهن عملناهن أورما أكلناهن بالشتوية ما رضيت خلي الغريب يتزهرمون أحسن الله بيعود عليك الله لا يعود عليك ابن جيب؟ نعم الأخوة للديب لا سيدي للديب الحكيم وصف لي حصره مشان التوليل بقى بدي حصر 200 أول خلي لي إن شاء الله بتطلع لك تالولة بنص حلقك إلهي ولك يا فهيم التوليل بيوصفوا لتوم ما بيوصفوا لحصرهم قوم عمي قوم يلا قوم حل عنا خلصني خلصنا شي دراسي لك في عندي شغل بدي روح تسبب خلص خدمي معه بالله أخذك معي ليش حتى أخذك معي؟ مشان تعزمني على رزقتي سيد راسي؟ ابن نجيب اللي أنا بدي أسمعك على رزقتك شو بنا؟ شو صار لك اليوم ابن نجيب؟ الله لا يقشعك خير الله لا يقشعك خير بعت لك فشكي ما ترجعك إن شاء الله يخرب بيتك شو كحتي كنزي خلصني لك على ما لحظة تحكني مفرقية تحتي مفرقية تحتك؟ إن شاء الله بكامل تحتك يا رب عيا مهلك لك عيا مهلك شباب قولي شوف شو ها ياضي خلي تخفى بيت موني تعال هون ولك تعال هون على بيت موني الله لا يوفقك على الليوان روح روح خبى بالسكة لك بالسكة الحمد لله شرف سيد راسي هاي دقيت لك نسخة عن مفتاح باب بيتي قديش كلف أمنت بالله على القصة لك إيش بدك بهالشغلة الشغلة أنت قديش كلف خلاص لا باباتي لازم أعرف الدنيا فيها موت وحياة أنت قديش أعطيتني قبل 100
أبو المية، منيح اللي ذكرتني سيد راسي، منيح اللي ذكرتني، لأن المفتاح كله في ثلاث مراغيت، وأنت أعطيتني أبو المية، وأبو المية بيطلعوا مرغوتين، يعني بيطلع لي معك مرغوت تاني. أخ يا ببو عيني، على كل حال مو مشكلة، لأعطيك بدل مرغوت مرغوتين، بس مو هلا. إمتى يا كا؟ بس لحتى روح على الضيعة جيب التينات اليابسين وبيعون. انت مالك متعوق؟ لك شو تعوق؟ عامل لك فتلة صغيرة هيك على الضيعة قبل ما تيجي الشتوية بس. لك الله ييسر لك ويرزقك ويعمي عنك، وبس ترجع بتلاقي البرغوتين جاهزين. السلام عليكم. وين ديا ديا؟ اعطيني مفتاح الأوضة بدي نام فوق. شو هاد؟ نام فوق؟ ليش بدك تنام فوق سيد راسي؟ نام بالليوان. لك الليوان برد؟ لك شو برد؟ مسقوف الليوان شعوش. ايه؟ لك اللي ارتاح شوية قبل ما اروح اتسبق. ما كنا نبيح الله يرضى عليك. قام عليك يلي اموره معترة، عنا ضامة مغبرة هي للرواء وللكركرة. مرحبا محمد. اهلين ابو حميد. شو صار بالسرماية تبعي؟ انا سرماية؟ لك السرماية اللي وعدت تعطيني اياها. ايه تذكرت. خلص تكرم ابو حميد، بكرة بس روح على المشغل بجيب لك سرماية بترفع الراس. حسن ملافزك باباتي، حسن ملافزك. شو هي بترفع الراس؟ لا ابو محمد ما لك عم فيها. شو السرماية بترفع الراس؟ والله مو قصدي، انا قصدي جيب له سرماية مرتبة. قل له بجيب لك سرماية هيك على قدك. ما شاء الله عنك وعنا شفايف، لا اذكياء كثير. من بعدك حنوني من بعدك. ما قلت لي ابو حميد قديش بدك فيها هي؟ انا بشتريها منك. شو هي؟ السرماية اللي بده يهديك اياها ابو محمد. ايه ما بتفرق، بالزايد نقله بالناقص نقله، مو مشكله بيني وبينك. شو باكل؟ ليش عم تضحكوا؟ سلامتك حبيبي. انا ابو حميد يلي بياكل من اطعمته من الجرب والانتنه بيطيح. اصبي عندكم الخيار. رضا اللي مو هذا صندوق العجائب تبع ابن نجيب؟ بلا، ابو نجيب مسطح جنبه كمان. لك ايه والله هذا ابن نجيب. تعالوا شوف شو فيه. تعالوا. خير عمي، خير عمي رجلي، شو فيه؟ شوفت عينك ابو نجيب عضه كلب. يا رفيق شو صار هيك؟ هذا يا سيدي كلب مسعود على طريق غطى عضه، وانا فكيته من بين اسنانه، بس سألته أنت من وين؟ قال لي أنا من ميدان من حارة عياش، فحطينا لك إياها بالطنبة وجبناها لهون. يا لطيف يا لطيف، كلب مسعود. إي والله. شو ابن نجيب؟ وين الزلمة لا مثل ملامكم مستوي. ليه عقيد؟ شوفت عينك ابن نجيب عضه كلب، بس الحمد لله الكلب ما صار له شيء. الحمد لله. شو بيفطو عايش ولا ميت؟ لساته في رمى. يعني ملوي. طب خذوه وصلوه على بيته، بس ديروا بالكم ما يعطكوا. يلا ابو رضا روح معه. يلا روحي روح امشي حرك حرك روح. وين اخذه على البيت؟ يلا دير بالك ابو رضا. ها يلا روح. وعي تشك شي عضه. يلا انا معكم. ابو صفوان. ايه ابو صفوان خير؟ شوفي لك هذا المسكين ابو نجيب طلع عنده كلب مسعور. يا لطيف كلب مسعور. ايه والله هيك عم يقولوا اخذوه على البيت. سلام قولا من رب الرحيم. مسكين يا ابو نجيب على الاخره. شو اخره؟ اخره شو؟ لك شو اخره شو؟ خلص الزلمه راحت عليه. شو يعني؟ هذا يلي بيحطه كلب مسعور بصير مثله، يعني بيستكلب. يا لطيف، يعني بصير بيعض وبيعوي مثل الكلب. لك ايه مو بعيده. عم ترجح معي بصفوان؟ لك ما عم بمزح. لا اله الا الله. طيب شو له دواء هذا؟ لك هذا ما له دواء غير القواص. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو قواص ما قواص؟ لك ايه مثل ما عم اقول لك، لانه الكلب المسعور بيضل بيعض ويأذي لحتى يموت، ومثل ما قلت لك يلي بيعضه الكلب بيستكلب مثله. طيب هذا الزلمه يلي عضه كلب واستكلب، اذا عض زلمه مثله بيعديه؟ اكان شلون؟ يا لطيف. بقى احسن شيء نسكر عليه باب بيته ونصير نزت له أكل من فوق الحيط. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا أخرتها مسكينة لو نجيب لك ضل مستكلب على الحياة لحتى انكلب. انكلب على حق وحقيق. يلا السلام عليكم. السلام. شفت شلون مستكلب؟
لي الباب، افتح لي الباب الله يوفقكم. افتح لي الباب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يعينك على مصيبتك. شو هاد يا أولاد؟ شو هاد؟ علوا عن السلامة. شو ناسه؟ شو؟ افتح افتح افتح. شو وين أبو زهدي؟ ابن نجيب يا ابن نجيب يا ابن نجيب وينه؟ ديروا بالكم يا جماعه، ما يجوم على واحد فينا فجاه ويعضه، بنكون واحد مصيبه اثنين. ديروا بالكم يا جماعه لانه الشغله مو لعبه. اما ابن نجيب لقيتكم. كيف انا شوفي؟ ليش هيك متكوم مثل الكلب؟ شو بدكم؟ شو بدكم؟ جاي نطمن عليك ونغسلك. ما بدي اتغسل. ما بدي. لا يا ابو نجيب، لازم تتغسل. يا ابو نجيب الله يرضى عليك. يا ابو نجيب، ابو نجيب انا حبيبك ابو الفخر. لا تخاف ابن نجيب، ما لح تحط لك مي. هدي حبيبنا، هدي. ما رح يسوي لك شيء. الله وكيلها. اهدى ابن نجيب، اهدى. لا تخاف يا ابن نجيب. وعطف. بسيطة، ما قصيدة، ما بتشوف المي، غمض عيونك ما بتشوفها. ايه ابن نجيب. ما بدي هوا. حتى الهوا بده اياه. شو الحل؟